حارس مرمى. الهاني كورته قوية عالية، دفاع من مصطفى فتحي، طاس اللقاي، هرب لقاي، متر خطورة، هرب رفق اللقاي، خطير والهدف، جوا جول، جوا جول، الهدف الأول بمهارة فردية غير عادية، فخ اللقاي على طول يستلم كرتب ويعدي ويحطها جميلة في شباك الحارس الآن سليمان عشان برمز على طول يترجم الضغط والسيطرة إلى هدف أول، هدف التقدم في الدقيقة 18 من الزمن الشوط الأول، والهدف الثالث للاعب لقاي في دوري نايل. هذه العادة مرة ثانية، هذه الأطعب وهذه المهارة وهذه اللمة الحلوة، عدة في الأولى من مين؟ من اللاعب أرثر، ومن الثانية من الهاني سليمان عشان يحطها في الشباك عشان يتقدم بيراميدز بهدف أول في المباراة. واحد بيراميدز لا شيء فريق سموحة. هدف في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وهذا بمهارة فردية للهاني سليمان حارس مرمى. لسه الهاني سليمان كورته عالية، تعدي نص الملعب راسية بدون عنوان، حسام حسن تتردد من الكارتي على اليمين، حلوة خطيرة، مصطفى فتحي، مصطفى منتهى خطورة مهارة، والهدف جول 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 جول. الهدف الثاني اقول لك ايه، اعد لك ايه، لعيب كبير كبير كبير، لعيب حريف غير عادي بكل التأكيد، مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني، هدف التعزيز في الدقيقة مشاهدينا 24 من عمر المباراة. مهارة فردية، مهارة فردية للعيب إمكانياته الفنية غير عادية، لعيب إمكانياته غير عادية. هذه العادة مرة تانية، هذا مصطفى، هذه الاستلام وهذه المهارة وهذه اللمة الحلوة، وعلى طول يحطها، جت في أقدام محمد ميدو وطير اتجاهها وتعدي عشان يعملها تاني ويسجلهم الهدف التاني في المباراة. اتنين بيراميدز لا شيء نادي سموحة السكندري، هدف تاني بقول لكم يا سادة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، الهدفين بمهارات فردية غير عادية، هدف أول بقدم لقاي ثم هدف من اللاعب عبد الرحمن عامر، تصل أول لمسة للاعب الكونغولي مايلي نجم منتخب جمهورية الكونغ الديمقراطية، لاعب مايلي استلام مهارة، ابراهيم عادل، ابراهيم عدى ابراهيم بعرضه لبره خطيره بالتصويب والهدف جوه الجول، جوه الجول، الهدف الثالث، الهدف الثالث لبيراميدز بمهاره ايه وقدرات ايه، يلعب عرضيه حلوه حلوه، عرضيه ساحره ثم متابعه جميله جدا بقدم يسرى ذهبيه، حطها فين؟ حطها في البعيد هناك على الشمال الهاني سليمان عشان بيراميدز اعزائي المشاهدين يسجل الان الهدف الثالث بقدم نجم النجوم. هذا الاعاده مره ثانيه، هذا مايلي ثم ابراهيم عادل، هذا ابراهيم عمل مهاره وعمل انطلاقه ولعب عرضيه ساحره ثم التصويبه بقدم وليد الكارتي، وهي راحه جت في قدم مين؟ جت في قدم مايلي عشان فريق بيراميدز يسجل الان الهدف الثالث في الدقيقه 68 من عمر اللقاء. الهدف هيتسجل باسم مايلي ولا باسم وليد الكارتي؟ هنشوف ونتابع. ثلاثة لا شيء، في لمسة تانية بقدم مايلي يسجل هدف.